المقدمات، بغيتوا تعرفوا مستوى السياسة في هذه البلاد تفرجوا. عزيز أخنوش، رجل نجح على مستوى الأعمال، شخصية قوية، كان يحتاج إلى شيء من السياسة تعلمها بسرعة. ما بين الرجل عنده قدرات كبيرة، فهم وضع السياسي في المغرب ويساهم فيه بشكل ذكي، وسيكون له ما له في المستقبل. حزب التجمع ضعيف، لا يمكنه أن يلعب هذا الدور، لأنه لا التجمع ولا زعيم التجمع كيديروا السياسة. واش كيديروا؟ تيسيروا أموالهم من خلال السياسة. بن كيرن ليس هو ذلك المنقذ من الضرر. سيمكن أعطى وعودا كبيرة، وأنا أعتقد أنني قرأت حديثا نبويا حول أن المؤمن هناك خليقة واحدة لا توجد في المؤمن، وأن يكتب. وعلى بن كيرن أن يطرح السؤال على نفسه. بن كيرن حينما ينطق بكلمة يعرف أين تتجه، حتى في النظرات دياله يضبطها، النظرات دياله يضبطها، حتى الملامح ديالو شوف كيفاش كيغيرها مع الخطاب ديالو، كترتبط بالخطاب ديالو. خطير بن كيرن، خطير، رجل سياسي خطير، وعنده قدرة كبيرة على إدارة النزاع وعلى إدارة المراحل السياسية. الآن أنا مقتنع بأن حكيم الشماس يلعب دورا في المستقبل، ويجب أن نساند ليقوم بهذا الدور. الشماس بغا تكون ربما آلة في خدمته شخصيا هو. ولكن دابا راكم ولكن عارف عنده الأغلبية في المؤتمر، واخ الله لا حبستيه. ولكن لن نقبل أن يدمر حزب الأصل. الحقيقة كثرت الهم الضحك، راه الحنش وما كغير جلده بهذا السرعة. والله العظيم ونكون بلاصتو ما نزيد نهار في هذه الحكومه وهذه السياسه اللي غتخليني نبدل المبادئ ديالي والوعود ونغير كلامي 180 درجه بالناقص منها. لهذا غتكون حلقتنا اليوم على هذه الظاهره السياسيه، فرجوا معنا. ما انا واحد خارج قصر ليله غادي يخلص 21 سنه عليها، هذاك شغله انا ماشي شغلي. واش هذا دابا اسلوب ديال الرجل السياسه؟ هذا راه تشجيع على الحمل غير الشرعي، يعني هذاك اللي عنده الفلوس غير يتعدى على بنات الناس ويولدهم ويخلص الفلوس ونسمحوا ليه، غادي تجي غير في اللي ما عنده والو، اما اللي لاباس عليهم مزيان ليهم هذا القانون. ما عرفش انا كيفاش كيجيبوا هذه المشاريع اللي كتخدم المرفحين. القانون واضح السي وهبي، اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، وما كاينلاش نبقاو نديروا في قوانين لا يقبلها لا المنطق ولا الدين. هذيك حياته خاصة، خصو يمشي في الزنقة ويصور واحد، ما عندك الحق تجي تسجل ولا تصور إلا إذا عندك البطاقة المجلس الوطني، الصحافة، باش كلشي يتضبط، والمواطن يكون دايز يدير يمشي مع وحدة ولا يمشي مع جوج، هذاك شغلو، أنا خصني نحميه، ما يقرب له حد. السي وهبي معالي وزير العدل بغى يدخلنا كاملين للحبس، يعني إلا مشيتي لشي بلاصة في الشارع العام وبغيتي تصور فيها خاصك تجري كاع على الناس اللي في الشارع باش تصور، والا غادي تعاقب بهذا القانون الغريب. المشرع المغربي واضح في هذا الباب، اركان جريمه التصوير بدون اذن مقترن بمكان خاص وليست بمكان عام، وما يمكنش تحقق اركان الجريمه الا بتواجد الشخص المعني اي الضحيه في مكان خاص غير مفتوح في وجه العموم، ولا يمكن ولوجه الا باذن او موافقه من يشغله. هذا القانون اللي جاب لنا السي وهبي فكرني في قانون تكميم الافواه اللي كانت جابته الحكومه السابقه، وكان أول معارض ليه هو السيد وزير العدل نفسه. لأن أولا فيه إهانة لذكاء المغاربة حينما قرروا أن يمرروه الآن، وفي إهانة لتاريخ المغاربة الذين نظموا من أجل الوصول لهذا المستوى للحقوق، والآن ينزل هذا القانون الحدي الأدنى، أي حتى انتقاد الشركات أصبح يراد منه أن يكون فعلا جرميا. سبحان الله، ما الذي تغير؟ اللي تغير هو أننا أمام السياسيين كيبدلوا جلودهم بسرعة وكيتناقضوا مع كلامهم غير باش يستافدوا من الامتيازات. شوف حياتي التعييت، ما عمرني شفت وزير من نهار جاء وهما الاحتجاجات في القطاع ديالو كل شهر، شفت حب تعييت، ما عمرني شفت شي وزير كل ما خرج شي خرجة إعلامية إلا وكحلها وعماها وخلى الدولة واحلة فيها. اليوم تيوف في هذا الوقت بالضبط اللي احنا كنتكلموا فيه، أصحاب البدلة السوداء مجتمعين في مكان ما في الدار البيضاء في بوشكورة باش يتفقوا إما على المقاطعة لمدة أسبوع، مقاطعة الجلسات ومقاطعة الصناديق. شتي شدرتي؟ رجل السياسة هو الذي يتفاوض، رجل السياسة هو رجل إطفائي وليس رجل للحرائق. حنا راه ما جابوكش ما جابتكش الدولة باش تشعل الحريقة، راه جابتك باش تطفي، جابتك باش تتفاوض، جابتك باش تلعب التوازن في القطاع اللي انت جزء منه. السيد معالي الوزير
راه ماشي كنديروا القاعده القانونيه بناء على حاله خاصه. ايضا انت السيد معالي الوزير لست مشرعا، انت جزء من صانع التشريع في المنظومه في المغرب، ماشي غير طاح لك قانون في دماغك تقول غدا غادي نطبقه. القانون اللي جا في دماغك غادي تقول انا غادي نطبقه، راه كاين صناع التشريع والسلطه التشريعيه المختصه. انت كتقدم بمشاريع القوانين، ماشي انت اللي كتشرع، وماشي كنبنوا القواعد القانونيه لا تبنى على لا تؤطر حاله بعينها. القانون يؤطر وقائع تقع الان او ستقع في المستقبل الا ما كنتي قاري القانون. راه عيب وعار غير طيح الفكره ديالنا فكره في راسنا ونقولوها. ثانية ما يمكن مناقشته او اللي كتجيب انت من تعديلات سواء في قانون المسطره الجنائي او القانون الجنائي هو محط نقاش عمومي، وماشي انت وحدك اللي حاكم في هذه البلاد. راه معك احزاب سياسيه لها مرجعيات مختلفه، كاين المرجعيه يساريه، كاين المرجعيه الليبراليه، كاين المرجعيه محافظه، وكاين المرجعيه اسلاميه، ثم امامك البرلمان ومجلس مستشاري الامانه العامه وسير. ماشي غير نجي ونقول انا غادي ندير ولا انا غادي، كانك انت الذي تشرع في هذا البلد. وراه انت زعما راك محامي وتدري جيدا القطاع، والمفروض على ان هذا القطاع يلتئم في الفتره اللي انت فيها في الولايه ديالك، ماشي يتشتت. وماشي بالضبط اي قطاع خاصو يخرج للاحتجاج في الشارع باش يحقق المطالب ديالو. اليوم اصحاب البلدان السوداء خرجوا، ها هما العدول خرجوا، غدا المفوض القضائيين، بعد غدا سميتو كتاب الضرب. واش نحنا جبناك تهدي ولا جبناك تصعد؟ ما هكذا تراد الابل يا معالي الوزير، وما هكذا يكون رجال السياسه ورجال الدوله. رجال السياسه يجب ان يلعبوا التوازن داخل المجتمع. لا نحتاج الى الاستقرار، نحتاج إلى رؤية استراتيجية في جميع المجالات، نحتاج إلى بناء دولة الحق والقانون، ولكن ماشي بهذه الطريقة، ونحتاج أيضا إلى رجل سياسة يدرك جيدا ما يقول، ماشي كغال الواد وما جاب، ماشي غال لسان وما فيه عظم. راه عندك واجب التحفظ، وراه الكلام يكون بالعبار، ونعرف اش كنقول وكنقيسو مزيان، وبعض المصطلحات راه لا تليق بحارس الأختام. ما بغيتش نقولها لانها كاع ما نقدر نقولها، ولكن لا تليق بوزير ولا تليق برجل السياسه. وفي الحقيقه لا انت لا بعض الوزراء معاك في الحكومه احسن لهم يبقاو ساكتين، اما الا تكلموا راهم غير كي في الحقيقه ما راه كاعش كيديروا. لا حول ولا قوه الا بالله. وصافي.